ما بتشرب الحليب او اللبن بيسبب لك نفخه وبيسبب لك غازات وممكن يسبب لك اسهال ويسبب لك مشاكل كتير في الجهاز الهضمي. لو انت حابب تستخدم الحليب من غير يسبب لك المشاكل دي او تخف عندك الاعراض دي، عندي ليك الحل. بس قبل ما اقول لك الحل او الطريقه اللي تساعدك على حل المشكله دي، لازم نفرق بين حاجتين: حساسيه الحليب وعدم تحمل اللاكتوز. حساسيه الحليب بتبقى رد فعل من الجهاز المناعي ضد بروتينات الحليب، يعني سواء استخدمت الحليب او اللبن او منتجات الحليب زي الجبنه، كل ده هيتسبب لك اعراض حساسيه بشكل مباشر وبتظهر في الجهاز على الجهاز الهضمي، ممكن كمان تظهر على الجلد او على الجهاز التنفسي. بعكس عدم تحمل اللاكتوز بيحصل فقط بسبب السكر اللي موجود في الحليب اللي هو سكر اللاكتوز، وده بيكون فيه انزيم موجود في الجسم بتاعنا بيساعد على هضم اللاكتوز ده. في بعض الاشخاص بيكون عندهم الانزيم ده معطل او مش موجود او بيكون موجود بس بكميات بسيطه جدا، عشان كده ممكن نلاحظ ان انت لما بتستخدم كميات بسيطه مثلا من الحليب ممكن ما يحصلش عندك مشكله، او لو بتستخدم مثلا حاجه زي الجبنه مثلا بيكون كميه السكر فيها جدا قليله ممكن ما يكونش عندك منها مشكله. والحل بسيط جدا، بيكون عن طريق ان احنا بنستخدم حبوب بتحتوي على انزيم اللاكتيز، ده هو اللي هيساعد على هضم السكر اللاكتوز اللي موجود في الحليب، وده ممكن نستخدمه مباشره قبل الوجبه اللي بيكون فيها حليب او لبن او منتجات الالبان او ماده غذائيه داخل من ضمن مكوناتها الحليب. اما بقى بالنسبه للاشخاص اللي عندها حساسيه من الحليب بشكل عام، في الانزيم ده في الحاله دي مش هفيد معاك. ومتنسوش تشيروا الفيديو لغيركم، لو عندكم اي استفسارات خلوها في التعليقات.